بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. انطقها صحيحا. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الأذان. قال العيني: أي هذا كتاب في بيان أحكام الأذان. في بعض النسخ بعد البسملة أبواب الأذان، وسقطت البسملة في بعضها. الأذان في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام من الله. قال: من أذن يؤذن تأذينا وأذانا، مثل كلم يكلم تكليما وكلاما. فالأذان والكلام اسم المصدر القياسي. قال الهروي: والأذان والأذين والتأذين بمعنى، معنى واحدة. وقيل الأذين المؤذن، أو الأذين الأذين المؤذن. الأذين وليس الأذين، الأذين المؤذن. فاعيل بمعنى مفعل. أصله من الأذن، كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. في الشريعة الأذان إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة. بطريقة تعريفات المتأخرين التي هي يعني ليست تعريفا في الحقيقة، وإنما دائما سيحيل على تفاصيل يضع لها كلمات، وهي غالبا لا تفيد شيئا. المتأخرون مولعون بالتعريفات، وغالبا التعريفات التي تحتاج إلى تعريفات. الأذان معلوم، ويقال الإعلام بوقت الصلاة التي عينها الشارع بألفاظ مثنى متكررة. هذا تعريف أقرب إلى التعريف، الإعلام بوقت الصلاة. وقال القرطبي: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية بالتكبير، يعني وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، أشهد أن لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد تتضمن نفي الشرك، نفي الإلهية عن غير الله، وإثبات الإلهية لله وحده، ثم إثبات الرسالة، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقيب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا، ختم يعني بالتكبير وبلا إله إلا الله. من قارن بينه وبين ما جعله الله عز وجل للأمم غيرنا في مسألة الدعوة إلى العبادة، لوجد الأذان أعظم تكريم، وهو من كرامات الأولياء ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لما تضمنه من المعاني العظيمة. قارن بينه وبين ضرب ناقوس أو نفخ في بوق، وإنما تستعمل هذه الأشياء لغير العقلاء. تضمن الأذان خطابا مباشرا للناس، متضمنا الدعوة إلى أصل الدين وإلى الفطرة الإنسانية السوية. أصل الدين توحيد الله عز وجل وتعظيمه، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، و تعظيم الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع العبد إلى الاستجابة لأوامره سبحانه وتعالى، وأن حياته في الحقيقة إنما هي
من أجل أن يحقق العبودية لله ويفرده بالإلهية، وكما ذكر يتضمن الدعوة إلى الصلاة أعظم العبادات الظاهرة، وهي متضمنة لأنواع من العبادات الباطنة من النية والإخلاص والخشوع والخوف من الله عز وجل وتعظيمه ودعائه والتضرع إليه والانكسار بين يديه والإيمان بالقضاء والقدر والبعاد والبعث والنشور، كل ذلك مذكور في الصلاة، فهي حرية بأن تكون هي الفلاح. من استجاب للصلاة أفلح، ومن حقق هذه المعاني نجح في دنياه وأخرى. قال: بين هذا وبين ناقوس يضرب، بين بوق، بين نار توقد، كلها تصلح للكائنات غير الإنسانية، أو هذا أنسب لها. وأما بالنسبة إلى الإنسان فشرف عظيم له أن يخاطب بما خصه الله عز وجل به من البيان بالكلام. اللهم لك الحمد. لا، قدر الله عز وجل عليهم أن يستعملوا الجرس أو البوق أو النار، لا ندري هل هذا مما شرعه الله لهم أو مما اخترعوا. ويعني المسلمون تكلموا فيما بينهم أولا فيما يدعون به إلى وقت الصلاة، هداهم الله عز وجل إلى أحسن النداءات الأذان. حديث زيد بن عبد ربي قال: ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل، سهولة القول، سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان، والله أعلم. يعني أيما رجل مسلم أدركته الصلاة في أي مكان في العالم أذن وأقام، لا يحتاج إلى بوق قد لا يوجد، لا يحتاج إلى ناقوس، لا يحتاج إلى نار يشعلها، متيسر لكل أحد ما أشار في هذا الأذان. قال ابن حجر: واختلف أيما أفضل، الأذان أو الإمامة، ثالثهما، يعني ثالث الأقوال، قول الأذان أفضل، قول الإمامة أفضل، ثالث الأقوال إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان. وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه، ما يشير إليه، إن الإمامة أفضل لأنها التي اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن المؤذن يدعو لكي يعني يصلى في الجماعة التي يؤمها الإمام. إذا كان يقوم بحقوق الإمامة من الفقه بأحكام الصلاة والاجتهاد في الخشوع فيها وحسن أدائها بأركانها وواجباتها ومستحباتها دون أن يشق على الناس وأن يطول عليهم ودون أن يصلي صلاة لا خشوع فيها أو لا يحصل فيها الأركان أو الواجبات، وكذلك بحسن القراءة وإخراج الحروف بمخارجها مع نداوة الصوت وتحصيل الخشوع فيه، فالإمامة واجباتها وآدابها كثيرة وحقوقها كثيرة، فمن وثق بها جمع الله له خيرا كثيرا، من وثق بأنه يؤدي الحقوق جمع الله له فيها خيرا كثيرا، وإلا فالأذان حقوقه أقل، مسؤوليته أقل مع كونه من أشرف الأعمال. الإمامة أعظم فضائلها فعل النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الأربعة الراشدين، فقد اختار الله عز وجل لهم هذا المنصب، وكما ذكرنا فيه من الخيرات يعني أنواع كثيرة. واختلف أيضا في الجمع بينهما، هل لو أمكنه أن يكون مؤذنا وإماما، يؤذن ويقيم ويؤم،
هل يشرع ذلك؟ قيل يكره. وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف. وصح عن عمر لو أطيق الأذان مع الخلافة لألتمت. هذا يشير إلى استحباب الجمع لمن أمكنه القيام بالأمرين بحقوق كل واحد منهما. رواه سعيد بن منصور وغيره. وقيل هو خلاف الأولى، وقيل يستحب، وصححه النووي. والظاهر أن هذا أقرب لمن قدر على ذلك دون أن يفرط في حق أحد. لكن السنة مضت على أن يكون المؤذن شخص آخر غير الإمام، لأن الجمع بين الأمرين بحقوقهما نادر جدا. باب رفع الصوت بالنداء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب بدء الخلق في باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم ذكر حديث أبي سعيد نفس الحديث رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البراء. ذكر الحديث أيضا حديث أبي سعيد قال له عبد الله بن عبد الرحمن إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد أن يثبت البخاري بهذا في كتاب التوحيد أن الصوت مخلوق، صوت القارئ للقرآن مخلوق. قراءتنا وأفعلنا وأصواتنا في قراءة القرآن كلها مخلوق. قال باب رفع الصوت بالنداء. قال ابن حجر قال زين بن منير لم ينص على حكم رفع الصوت، يعني مثلا استحباب رفع الصوت، وجوب رفع الصوت، يقول لأنه من صفة الأذان، وهو لم ينص في أصل الأذان على حكم كما تقدم، يعني ما نصش على أنه واجب أم لا. الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فالظاهر أنه واجب على الجماعة، وأما بالنسبة لمن كان منفردا فمستحب ومتأكد السنية، وهذا الحديث يدل عليه، لأنه قال إذا كنت فأذنت، إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت. لو كان وحده فإنه مستحب له أن يؤذن. قال ترجم عليه النساء النسائي باب الثواب
على رفع الصوت بالأذان. هو الحديث لا يدل على وجوب رفع الصوت لأنه ليس فيه أمر صريح. والله أعلم. قوله تحب الغنم والبادية أي لأجل الغنم، لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى. يحب البادية لأجل الغنم، ويمكن أن يكون محبا للبادية للساعة التي تكون فيها الراحة. يقول محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى، وهو في الغالب يكون في البادية وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. إذا كنت في غنمك أو باديتك، أو ممكن تكون شك من الراوي واحتمل أن تكون للتنويع، وده أظهر لأنها موجودة في جميع الروايات جميع الطرق، يعني الظاهر أنها من أبي سعيد النفسي. يقول لأن الغنم قد لا تكون في البادية، ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم، يعني ممكن يكون مع الغنم في أرض مزروعة في قرية، ويمكن أن يكون في البادية بغيرها، فهذا للتنويع أصح. قوله فأذنت للصلاة أي لأجل الصلاة. في المصنف في بدء الخلق أذنت بالصلاة أي أعلمت بوقتها، فارفع فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأديب. طب ليه ما قلناش إنه واجب بقى رفع الصوت؟ لأنه من كلام أبي سعيد، إنما الذي يفيد الوجوب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الجزء الذي سمعه أبو سعيد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الجزء المرفوع هو هذا الجزء، والجزء الآخر موقوف، وقول أبي سعيد فارفع صوتك للنداء لا يلزم منه الوجوب لأنه موقوف على الصحابي. استدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان منفرد، وهو الراجح عند الشافعية، بناء على أن الأذان حق الوقت. الظاهر أنه حق للجماعة في الوقت، انه حق للجمال كل جماعه، وللمنفرد هذا الحديث يدل على استحبابه. وخارج الوقت نعم، لكن هو في الاصل في الوقت، الا ان يفوت بعذر كنائم عن الصلاه، فان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بعد شروق الشمس واقام وصلى الصبح. قال وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة، ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا، أنه لو في مكان يرجو وجود جماعة لو أذن يستحب، وإلا لم يستحب. الصحيح الذي لا شك فيه أنه يستحب للمنفرد ولو في بادية وصحراء لا عمارة فيها، ولو لم يرجو، فإن التعليل بأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، تعليل بأمر غيبي لا يترتب على وجود من يجيب إلى الجماعة أم لا، فسوف يشهد له يوم القيامة، إذا يثاب على ذلك، وهذا كاف في إثبات الاستحباب. بس إنت بعد الأذان الأولى يعني بعد الأذان الأول يعني وقت يعني صلينا يؤذن يسأل هل يشرع ذلك للجماعة ولو بعد أن صلى الناس وأذنوا وصلى؟ نقول نعم يشرع لكل جماعة ولو في مسجد قد أذن وصلى فيه، كما ذكر البخاري ذلك عن أنس قال ودخل أنس مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، ولكن بحيث لا يشوش على الناس، لا يؤذن بالصوت المرتفع الذي يجعلهم يظنون دخول الوقت
في غير وقته، ولكن هو الظاهر عليه يقول دخل أنس مسجدا قد صلى فيه فأذن. إذا كان الأذان ده كان فين؟ كان جوه المسجد على قدر الجماعة الذين دخل معهم. لو الكهرباء اتقطعت وهو قد كان في الأذان أذن بغير كهرباء، لا قد وقع الأذان أول مرة فلا يشرع ذلك. أقول لك خلاص وقع الأذان أول مرة. تكرار الأذان إنما فعله الصحابة في الجمعة وثبت في السنة في الفجر، والله أعلم. ارفع صوتك بالنداء، ما فيش أسئلة. لا، لأن الأسئلة اللي ورا ما بيسمعهاش، فاكتبوها عشان يسمعها، يبقى لازم نحتاج نكرر، نقول السؤال وبعدين نقول الجواب، وهذا يترتب عليه تشغيب على السامعين. فارفع صوتك بالنداء أي بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن أي غاية صوت المؤذن، غاية صوته. قال البيضاوي: غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه. وفي الحقيقة إدراك الأذن البشرية لمدى الموجات الصوتية أضعف بكثير من كائنات أخرى، فضلا عن وجود هذه الموجات لكن ضعيفة جدا. لو تيسر وجود أجهزة استقبال لها لسمعنا أصواتا منذ مئات السنين وآلاف الملايين من الأميال، لكن ليس عندنا ذلك، فلعل المؤذنين في ذلك بشرى عظيمة. يقول: غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه، فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته، فلا أن يشهد له من دنا منه ومبادئ صوته أولى. قوله: جن ولا إنس ولا شيء، ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص. يؤيده فيما في رواية ابن خزيمة: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس. يبقى الشجر والمدر، المدر اللي هو حجارة الحجارة الصخرية، حجارة طينية، بيت مدر ولا وبر. الوبر اللي هم الخيام والشعر يعني، والمدر هي بيوت الطين. قال ولأبي داود، هو حديث صحيح صححه الألباني، ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة بلفظ: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء وصححه المستكم. فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله من حديث الباب ولا شيء. فقد تكلم بعض من لم يطلع عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره، أي يقول الأشياء إلى حيوانات فقط التي تسمع. قال القرطبي: قوله ولا شيء المراد به الملائكة، وتعقب بأنهم دخلوا في قوله جن لأنهم يستخفون عن الأبصار، هذا ليس بظاهر، لأن ظاهر إطلاق الجن أنهم المخلوقون من النار، وليس كل ما استتر يسمى جنا، وإلا لكان ما وراء هذا الجدار الذي استتر عنا يسمون إيه؟ جنا. الصحيح أن الجن هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلق الجان من مارج من نار. لكن الملائكة أولى بالسماء. وقال غيره: المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات، ومنهم من حمله على ظاهره وذلك غير ممتنع عقلا ولا شرعا. قال ابن وزيزة: تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي، اللي هو في العادة الحيوانات بتشهد، هذا ليس من العادة، هي بتسمع بلا شك لكن تسمع
دعاء ونداء. التسبيح ليس من عادتي، عشان نقول العادة تتكرر في العادة. يقول: فهل ذلك حكاية عن لسان الحال؟ لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها، أو هو على ظاهره إن الجمادات أيضا تدرك وغير ممتنع عقلا أن يخلق الله فيها الحياة والكلام؟ لا يلزم أن نقول يخلق الله فيها الحياة، هي جامدة ليست حية، ولكن يجعل الله لها إدراكا تسبيحا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبح له السماوات والسبع. لا يلزم من ذلك الحياة، هي ليست حية، ومع ذلك هي تسبح وهي تسمع المؤذن. مسألة أن تتأثر أجزاء الجماد بالموجات الصوتية أصبح عندنا في زماننا تأكيد عليه، بل ربما إيه تتفتت. عندنا موجات فوق صوتية، يعني ذبذباتها أعلى شوية من المعتادة، وبتعمل إيه تفتيت للحصوات وكده. فإيه المانع أن هذه الجمادات يكون هناك تأثر ما عندما يأتيها إيه صوت المؤذن؟ احنا النهاردة الأجهزة دي بتسمع، الميكروفون بيسمع ما بيسمعش، ولكن بيتأثر، يعني ما بيسمعش طبعا اللي بتاعنا، ولكن واضح جدا انه بيتأثر بالصوت. المسجل بيتأثر بالصوت، ويتحط الصوت بتاعه على ايه، على سي دي هاي، على شريط، على بتاع مغنط، على اسطوانة. اذا في اثر في الجمادات، صح؟ يبقى احنا مالنا بقى؟ يبقى احنا نقول: وان من شيء الا يسبح بحمده. نقول زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل راطب ويابس، لا يسمع صوته شجر ولا مادر ولا حجر. يبقى نثبت ان هذه الاشياء ايه يخلق الله فيها تاثرا بصوت المؤذن، سمي سماعا. يقول: وقد تقدم البحث في ذلك في قول النار: أكل بعضه بعضا، فأذن الله لها بنفسين. قال الحافظ: اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال، واختار كل الطائفة. وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر، والأول أرجح، اللي هو لسان المقال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأخر. قالت النار، اشتكت النار إلى ربها فقالت. وقال عياض: إنه الأظهر. قال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته. قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله، فحمله على حقيقته أولى. كلام حسن، التأويل يلجأ إليه إذا كان يستحيل حمل اللفظ على ظاهره. قال النووي نحو ذلك، ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب. وقال نحو ذلك الطبرشتي. ورجح البيضاوي حمله على المجاز، فقال: شكواها مجاز عن غليانها وأكلها بعضها بعضا. عجب عن غليان، يقول: وأكلها بعضها بعضا مجاز عن ازدحام أجزائها، وتنفسها وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. كل ذلك لا نحتاجه. قال زين بن المنير: المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك، ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت، لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس، وقصره على اثنين فقط بعيد عن المجاز، خارج عن إلف استعماله، أو عن إلف من استعمله. الصحيح كما ذكرنا أنه يجعل الله فيها إدراكا. قد ذكرنا أن هذا الأمر أصبح محسوسا، قد تسمع صوتا مفهوما من جماد جهاز التسجيل والكمبيوتر، وبعد زمان طويل من تكلم قائله. وكما ذكرنا يستقبل الجهاز المستقبل
الأصوات ويتأثر بها ويحتفظ بها. قال ابن حجر: وسأتي في الحديث الذي فيه أن البقرة قالت إنما خلقت للحرث، وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا إني لأعرف حجرا كان يسلم علي، الحديث الصحيح طبعا. بالنسبة لحقيقة السمع في الإنسان، الإنسان حقيقته ما يعرفوش، لكن هو بيتم من خلال أشياء هي في يعني داخله لا يدري عنها شيء. ثلاث عضلات كل منهم بينقل البوجة بعد اهتزاز طبلة الأذن بدرجة ما إلى عصب، والحاجات دي كلها غير عاقلة. ولا العظمة عاقلة؟ العظمة دي ممكن، دي القوقعة بتاعت الأذن، الحاجات دي كلها أشياء عجيبة بالنسبة لنا، حتى تصل إلى الإيه؟ إلى مركز في المخ، يقوم يدرك إن ده صوت ويفهمه على معنى معين، أو لا يفهمه إذا كان لا يفهم اللغة، أو صوت غير مفهوم المعنى. فإذا كان الإنسان نفسه هو جواه، والحيوان كذلك، كل الحيوانات اللي بتسمع هي نفس الطريقة بالضبط. الثلاث عضمات دول اللي بينقلوا حركة طبلة الأذن إلى العصب السمعي موجودة في كل الحيوانات اللي بتسمع. فطبعا في حاجات كائنات تانية لها وسائل سماع تانية، لكن بنتكلم على حاجات المشهورة. فإذا كان الأمر كذلك يبقى في كائنات أخرى زي ما قلنا هتترتب ذرات معينة على أوضاع معينة متمغنطة بطريقة معينة، خلاف كده يبقى إيه المشكلة؟ إن إحنا نثبت سماعا حقيقيا لهذه الأشياء كما أتى به الشرع، وكلاما حقيقيا. هذه والله أعلم لو كان العلماء اللي بتقوله شافوا الاكتشافات المعاصرة كانوا ريحوا نفسهم وإيه؟ وقالوا الأشياء على حقيقتها كما قال الجمهور. إن إحنا النهاردة بنسمع جمادات بتسمع وتتكلم. نقل ابن التين عن أبي عبد الملك إن قوله هنا ولا شيء نظير قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وتعقب بأن الآية مختلف فيها، وما عرفت وجه هذا التعقيب فإنهما سواء في الاحتمال. صحيح، ونقل الاختلاف إلا أن يقول إن الآية لم يختلف في كونها على عمومها، وإنما اختلف في تصبيح بعض الأشياء، هل هو على الحقيقة أو المجاز بخلاف الحديث. هما الاثنين واحد في الحقيقة. فإذا السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوة والجواب والشهادة. الحقيقة أن السر في هذه الشهادة تشريف للمؤذن لما تشهد له الكائنات أنه كان يدعو إلى الله وإلى عبادته ووحدانيته، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا شرف عظيم له. لما تخيل كده الإنسان إن النملة جاية تشهد له، يعني لماذا سعد سليمان بشهادة النملة؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. نعمة من ربنا أن النملة تشهد له بأنه لو حطمهم فسيكون وهو لا يشعر. قال لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني بتشهد له بأنه مش هيكسر نملة، مش هيحطم نملة وهو يشعر. ها؟ لا، عدل وإنصاف، ما بيظلمش، ده بياخد باله عن نملة لو هو واخد باله منها، ولكن الاحتمال ان هو يحطمها ان هو يكون ايه؟ هو وجنوده. ده ايه؟ ده حاجة، ده الناس النهاردة بيموتوا بلا ثمن والناس مش حاسة بيهم، أو يعني لا يعبؤون بموتهم، يكونوا حاسين بيهم ويسيبوا لك سيبهم يموتوا، وعايزينهم يموتوا والعياذ بالله، أو لا يعبؤون بذلك. فإذا كان ده مدح، فلما لما لما النملة في جحرها تستغفر، لما الواحد كده يعني معلم الناس الخير، إن النملة والحيتان في البحر والطير في السماء والملائكة حتى النملة في جحرها لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. ده شرف عظيم جدا.
الذي يعلم الناس الخير يبقى له ذنوب برضه وعارفين له ذنوب، فيقوم يستغفروا له ربنا يغفر له ايه ذنوبه علشان هو بيعلم الناس الخير. فمثل هذا شرف عظيم. فلما الاشياء تاتي يوم القيامه عند عالم الغيب والشهاده وتشهد للمؤذن بانه يعني قد قال الحق ودعا الى الحق، هذا لا شك يعني ليس لمجرد ان الاحكام تجري على نعت الخلق في الدنيا. قال التربشتي: المراد من هذه الشهاده اشتهار المشهود له يوم القيامه بالفضل وعلو الدرجه، هذا اقرب لما قلناه. وكما ان الله يفضح بالشهاده قوما ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين نعوذ بالله، فكذلك يكرم بالشهاده اخرين. اللهم اكرمنا بشهاده لكلمتك. قوله الا شهد له في بعض النسخ الا يشهد له. قال الكرملي: قول ابو سعيد سمعته اي هذا الكلام الاخير وهو قوله انه لا يسمع صوت مدى صوت المؤذن. قلت: اورد الرافعي في هذا الحديث في الشرح بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي سعيد انك رجل تحب الغنم. سبقه الى ذلك الغزالي وامامه والقاضي حسين وابن داود شرح المختصر، كل دول من فقهاء الشافعيه. إمام الغزالي وإمامه اللي هو الجويني. وتعقبه النووي وصح تعقبه فعلا أن الذي في الحديث سمعته من الصحابة هو القول. أما الجزء الأول إني أراك تحب الغنم والرداء من كلام أبي سعيد لعبد الله بن عبد الرحمن. أجاب ابن رفعتي عنهم لأنه فهموا أن قول أبي سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد على كل ما ذكر ولا يخفى بعده. صحيح، واحنا علماء اخطاوا عنه يعني لازم نطلعهم صح، هم اخطاوا فعلا، ولانهم اصلا بضاعتهم في الحديث كما قال بضاعتي في الحديث مزجه يعني، وطريقتهم في الكتب تدل على ذلك، طريقتهم في مؤلفاتهم تدل على يعني عدم الدقة في معنى الحديث. وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظ قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء رحمك الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع صوتا مدى صوت المؤذن. هنا خلاص تبقى قاطعة يعني. ورواه يحيى القطان عن مالك لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع. الظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف. وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان يكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به، يعني مش لازم يبح صوته، مع أن أصلا مدة الأذان وجيزة لن يحصل بها بحر صوت. وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح. سبحان الله. فإتيان البادية فيه يعني من التأمل والتفكر في آثار قدرة الله وفي خلق السماوات والأرض ما يحتاجه المرء بين حين وآخر. وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب، التبدي يعني سكن البادية ومشاركتهم في الأسباب، مساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة الجفاء، لأنه إذا عاشر قوما عندهم جفاء غلظة شدة ربما تعلم منهم ذلك تعود منهم على ذلك، لذلك يقول وأمن غلبة الجفاء. الجفاء والغلظة فتن، ولذلك نقول نشر روح التراحم والسكينة والتعاون والشفقة على الخلق والرفق بهم من أمور
يعني من علامات إرادة الله عز وجل الخير بعبده، ونشر الجفاء والغلظة والسب والعنف و يعني القسوة كلها من علامات إرادة الله الشر بعبده. ربنا يرحمنا وينجي أصحاب الفيسبوك. لا يزود الميكروفون، يقلل من الفضل، لا يزود من الفضل. تحصل الشهادة لمن أذن ولو مرة واحدة، كل من أذن فهو مؤذن. قال: وفيه أن أذان الفذ الفرد يعني مندوب إليه ولو كان في قفر، ولو لم يرتج حضور من يصلي معه، أو ولو لم يرتج حضور من يصلي معه، لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفت استشهاد من سمعه من غيرهم. ربما صلى معه من الجن من يعني لا يراه. في كتاب بدء الخلق قال القسطلاني: المراد من ذكر الحديث في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم إنه لا يسمع ولا صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إذ أنه يدل على أن الجن يحشرون يوم القيامة. إذ الجن سوف يبعثون، ومن بعث فهو محاسب، يثاب ويعاقب. في كتاب التوحيد في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكلام البررة قال عليه: مطابقته للترجمة من حيث إن رفع الصوت بالقرآن أحق بالشهادة بأمر. الصحيح ما ذكرت من إن مقصود الإمام البخاري في المسألة التي ابتلي بها في مسألة صوتي بالقرآن لفظي بالقرآن مخلوق، هو لم يصرح بقوله لفظي بالقرآن مخلوق، لكنه يصرح بأن فعل العبد مخلوق. ألف كتاب فعل خلق أفعال العباد عشان المسألة دي، لأنه وجد غلوا من بعض الحنابلة في مسألة أن القرآن غير مخلوق حتى قال بالباطل، وهي أن أفعال العباد غير مخلوقة إذا كانت متعلقة بالقرآن. فأراد البخاري أن رد على ذلك وأكثر في الحقيقة في الصحيح وغيره، فضلا عن تأليف كتاب خلق أفعال العباد. فالعبد مخلوق كله، صوته مخلوق، قراءته مخلوقة، فعله مخلوق، والقرآن حيثما تصرف غير مخلوق. قد يطلق القرآن ويقصد به القراءة الذي هو فعل العبد. لا طبعا الإمام أحمد ما قالش الكلام اللي بيقولوه المتأخرين اللي أدركوا البخاري. الإمام أحمد رحمه الله لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وإنما قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. اللفظ اللي هو التلفظ، عشان كلمة لفظي تحتمل نفس الكلام وتحتمل فعل العبد، فإطلاق أحد الإطلاقين خطأ. لكن الإمام أحمد يقول القرآن غير مخلوق، وشنا أخذ لوحده ده إجماع أهل السنة أن القرآن غير مخلوق. باب صلاة باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيء إلا أنهم يصلون جميعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أم الدرداء هي الصغرى كما قال ابن حجر، لا التابعية لا الكبرى الصحابية، لأن الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء وعاشت الصغرى بعده زمنا طويلا. وقد جزم أبو حاتم بأن سالم ابن أبي الجعد لم يدرك أبا الدرداء، فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى. وفسرها الكرماني هنا بالصفات الكبرى وهو خطأ لقول سالم سمعت أم الدرداء.
اسم الصغرى تقدم في المقدمة أن اسم الصغرى هجيمة والكبرى خيرة. يقول لا والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ لا أعرف ما أعرف من محمد لحذف المضاف عليه شرح المبطال، فقال يريد من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في جماعة. وطبعا هي في بعض النسخ من أمر محمد، هو الصحيح الرواية ما أعرف من أمة محمد في مستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم عندهم ما أعرف فيهم أي في أهل البلد الذي كان فيه. يقول وكأن لفظ فيهم لما حذف من رواية البخاري صحف بعض النقلة أمر بأمة، هو الظاهر والله أعلم ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو ليس تصحيفا. يصلون جميعا أي مجتمعين. مراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما. وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره، وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان، فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان. أقول فيا ليت شعري لو أدرك ابن حجر في ذلك هذا الزمان ماذا يكون من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في ذلك الزمن كان هناك خلافة ودولة وجهاد وحدود وقضاء شرعي وعلم، أصبحت يعني أصول الإسلام قل من يدافع عنها، وفي الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه، والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع. والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنه صلى الله عليه وسلم. قال العيني باب فضل صلاة الفجر في جماعة، أي هذا باب في بيان فضل صلاة الفجر مع الجماعة، إنما ذكر هذه الترجمة مقيدة وذكر الترجمة التي قبلها مطلقة، المطلقة اللي هو باب فضل صلاة الجماعة إشارة، الترجمة اللي قبلها هي باب فضل صلاة الجماعة إشارة إلى زيادة خصوصية الفجر بالفضل. وطبقة الحديث للترجمة من حيث إن أعمال الذين يصلون بالجماعة قد وقع فيها النقص والتغيير ما خلا صلاتهم بالجماعة، ولم يقع فيها شيء من ذلك، فدل ذلك على أن فضل الصلاة بالجماعة في الفجر والذي يفهم من هذا الحديث أعم من ذلك، يصلون جميعا كل الصلوات فكيف يكون التطابق. قلت إذا طابق جزء من الحديث الترجمة يكفي، ومثل هذا قد وقع له كثيرا منها في هذا الكتاب. قال ابن رجب وليس في هذا الحديث ذكر للجماعة في صلاة الفجر بخصوصها، وإنما فيه أن الصلاة في الجماعة من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه، فهو كقول ابن مسعود إن الله شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، حديث ابن مسعود المشهور في مسلم من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وما منكم إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم،
ولقد رأيتني وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي مسجدا من المساجد فيخطو خطوة إلا رفع بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة، أو كتبت له بها حسنة، حتى إن كنا لنقارب بين الخطى. وإن فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده 25 درجة. في رواية ابن ماجه في مسلم قال عبد الله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض إن كان المريض لا يمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. أصرح الأدلة على وجوب الصلاة في الجماعة، لأنه يقول كل واحد له مسجد في بيتي، ولكن لا يكفي أن يصلي في مسجد بيتي، لكن حيث ينادى بهن في المسجد العامة. تكمل الكلام ابن رجب قال: وفي رواية الإمام أحمد في هذا الحديث يقول: إلا أنهم يصلون جميعا، في رواية الإمام أحمد إلا الصلاة. وهذا بخلاف قول أنس: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها؟ وقد خرجه البخاري في موضع آخر، يقصد إباء أليس قد صنعتم فيها، أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها، اللي هو تغيير المواقيت، تأخيرها عن وقتها، كما ذكرنا أن الحجاج كان يصلي الجمعة قبيل المغرب، يصلي بعدها، يصلي الجمعة، يقعد يخطب من الجمعة، الناس قاعدة تسمع كلام فارغ لحد غروب المغرب. يقول: كان عطاء سعيد وجبير يصلون إيماء، مش قادرين يتكلموا، كما قال الحسن: رجل تحته 100,000 أو يزيدون، لا يقول له رجل الصلاة الصلاة، هيهات، منع من ذلك السيف والصوت. اللهم أنت أمتنا فأمت عنا سنته. حالة صعبة أوي والله. سعيد يقول قاعد وما يقول، بيصلوا إيماء، هو وعطاء من يعملوا كده، بيصلوا الظهر 4 في الجمعة إيماء عشان العصر جه خلاص هيجي يعني. مش كنا المرة اللي فاتت؟ نعم. الحمد لله الذي عافى المسلمين من هذا البلاء. بس دلوقتي خلاص اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز يصلي ما يصليش. لكن نعمة علينا من الله أن المساجد عامرة، وأن المساجد يصلى فيها في أوقاتها، وأن الناس بتصلي الجمعة، اللي يخطب ساعة يقول طولت، الناس تطلع تضربه يمكن. خرجه البخاري في موضع آخر بلفظ عن أنس وهو يبكي، أنه قال وهو يبكي: لا أعرف شيئا مما أدركته إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. أشار أنس إلى ما أحدثه بنو أمية من تضييع الصلاة، تضييع مواقيت الصلاة، وكان أبو الدرداء قد توفي قبل ذلك في زمن معاوية. يبين هذا ما خرجه الإمام أحمد من رواية ثابت عن أنس قال: ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله، يعني إلا قولكم لا إله إلا الله. قلت: يا أبا حمزة الصلاة؟ قال: قد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية الإمام أحمد عن أنس: أوليس قد علمت ما قد صنع الحجاج في الصلاة؟ وكان هذا الإنكار على الأمراء، كما روى أبو إسحاق عن معاوية بن قرة قال: دخلت أنا ونفر معي على أنس بن مالك فقال: ما أمراؤكم هؤلاء على شيء مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يزعمون أنهم يصلون ويصومون رمضان. قال: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. في كتاب النفقات باب خدمة الرجل في أهله. عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. في كتاب الأدب قال باب كيف يكون الرجل في أهله. عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. كأنه قال ابن حجر كأنه أشار بهذه الترجمة هي من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، يعني الطعام يستحب أن تقضي حاجتك منه قبل أن تخرج إلى الصلاة. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. يقول إذ لو كان كذلك يعني أي أمر هيلحق بالطعام لم يبقى للصلاة وقت في الغالب، وأيضا فوضع الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة تشوف لما يتحط الأكل، هو دي الحالة التي تسمى حضرة طعام، مش من الأكل موجود احنا التلاجة موجودة يبقى خلاص محدش هيروح يصلي، لا المقصود بحضرة الطعام أنه وضع بين يدي الآكل ونفسه تتوق إليه. يقول كلما تأخر تناوله ازداد بخلاف باقي الأمور. محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين عدم إلغائه. محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره، يعني اللي هي في قول مهنة أهله، فسرها الحديث بالخدمة، مهنة أهله فسرها بالخدمة، وهي من تفسير آدم ابن إياس شيخ المصنف، لأنه أخرجه في الأدب وفي النفقات اللي هي بيقول كلمة إيه كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله، في المواطن الآخرين في النفقات والأدب من غير ما يذكر إيه كلمة خدمة اللي هو التفسير ده، يعني التفسير ده ليس من كل الطرق يعني، إذن هو يعني من تفسير آدم ابن إياس. في الصحاح المهنة الخدمة، فسرها صاحب المحكم بأخص من ذلك فقال المهنة الحذق بالخدمة والعمل. في مهنة في رواية في مهنة بيت أهله، المراد بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك. وقد وقع مفسرا في الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ ما كان إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. صححه الشيخ الألباني في الأدب المفرد. هذه الأشياء التي أصبحت منذ عهود طويلة شيئا نادرا، وربما عدها الناس نقصا أن يكون الإنسان يخدم نفسه، يعني يضع الطعام لنفسه، ربما يغسل يعني الإناء الذي يأكل فيه يخدم نفسه. وفي رواية ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها يخيط ثوبه ويخصف نعله. حد بيخيط ثوبه دلوقتي؟ ولا الستات ولا الرجالة ولا حد يخصف النعل، خلاص المهنة دي قربت تقف خلاص. مهنة اللي بيصلح الجزم دي عايز اقول لك بقى ده بعد ما تقطع ارميه يا عم. نسأل الله العفو والعافية. وفي وزاد ابن حبان ورقع دلوة. زاد الحاكم في الإكيل ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما صلى الله عليه وسلم. فإذا حضرت الصلاة في رواية ابن عرعرة إذا سمع الأذان، وقع في الترجمة إذا أقيمت الصلاة، كأنه أخذه من حديثي المتقدم
في باب من انتظر الإقامة فإن فيه حتى يأتيه المؤذن للإقامة، استدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة، وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة، وكذا كذا ذكره المبطل ومن تبعه، وفيه نظر لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان، يعني هيئة المهنة يكون مشمر. طب جيب الأول الدليل أنه كان إيه، أنا ممكن أعمل وأنا مش مشمر، يعني بخيط ثوبي لو بخيط الزرار مثلا لازم أشمر عشان أقول يدل على أن التشمير ليس ان هو ان النهي ليس للتحريم. قال ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه، ده لو سلمنا ان هو كان مشمر يبقى وهو طالع الرسول صلى الله عليه وسلم كان هينزل، وهو النهي للتحريم الامام الجمهور يقولون للتنزيه، والامام احمد له الرواية بالتحريم، يقول وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله. أترجم عليه إذا أقول لك ده يبقاش راجل دلوقتي في زماننا، اللي يخدم أهله يبقى ليس رجلا. التمثيلية ولا عملها الأكل يعني ينفعش؟ أنا قلت لك خليها تقعد قدام التمثيلية، طب قاعدة تقرا قرآن، طب اعمل أنت لنفسك، اخدم نفسك أنت. وهي جاية تعمل إيه؟ الجمهور ما يلزمهاش تخدمك أصلا. وترجم عليه المؤلف في الأدب كيف يكون رجل في هذه، اللي عايز السنة هو، اللي عايز السنة أهو، عايز سنة الناس والعادة هم حرين. قال ابن رجب مقصود البخاري بهذا الباب أن الصلاة إذا أقيمت والإنسان في شغل بعمل شيء من مصالح دنياه فإنه يدعه ويقوم إلى الصلاة إماما كان أو مأموما. حديث الحاكم اللي هو ولا رأيته ضرب بيده امرأة قط، روى مسلم عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. قال العيني هذا باب في أي هذا باب في بيان شأن من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. أشار بهذا الباب إلى أن حكم هذا خلاف حكم الباب السابق اللي هو باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، إذ لو قيس عليه كل أمر تتشوف النفس إليه لم يبق للصلاة وقت، وإنما حكم هذا أن من كان في حاجة بيته فأقيمت الصلاة يخرج إليها ويترك تلك الحاجة، بخلاف ما إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فإنه يقدم العشاء العشاء على الصلاة إلا إذا خاف فوتها. ها؟ العشاء الظاهر فوت الوقت إلا إذا خاف فوتها فوت الوقت فوت الصلاة. كتاب النفقات. قال الخصطلاني باب خدمة الرجل في أهله أي باب جواز خدمة الرجل بنفسه في أهله. قال العيني مطابقته للترجمة ظاهرة. قال ابن بطال أخلاق النبيين والمرسلين عليهم السلام التواضع والتذلل في أفعالهم والبعد عن الترفه والتنعم، فكانوا يمتهنون أنفسهم فيما يعن لهم ليسنوا بذلك فيسلك سبيلهم وتختفى آثارهم. وقول عائشة كان في مهنة أهله يدل على دوام ذلك من فعله متى عرض له ما يحتاج إلى إصلاحه لئلا يخلد إلى الدعة والرفاهية التي ذمها الله وأخبر أنها من صفات غير المؤمنين، فقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وروى سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه سألها ما كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يخصف النعل ويرقع الثوب. وقال في حديث آخر أما أنا فأتزل بالكساء. قال قاله عليه الصلاة والسلام
أما أنا فأعتزل بالكساء، كساء ده ثوب يلف يعني، وأجلس بالأرض وأحلب شاة أهلي. الجلوس على الأرض من التواضع أيضا. قال ابن مسعود: إن الأنبياء من قبلكم كانوا يلبسون الصوف ويركبون الحمر ويحلبون الغنم، وهذه كانت سيرة سلف هذه الأمة. اللهم الحقنا بهم الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.